اتهم الرئيس اليمني في كلمة صوتية آل الأحمر بمحاولة اغتياله عبر استهداف دار الرئاسة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المسؤولين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه بخير وبصحة جيدة. قصف على مقر الرئيس، ليس هذا ضربا من الخيال السينمائي، بل هو مشهد حي من واقع يمني مستعر. جامع النهدين داخل مجمع القصر الجمهوري تحت طائلة القذائف الثقيلة، والهدف هو الرئيس علي عبد الله صالح. أصيب صالح بجروح طفيفة، كما جرح عدد من كبار مساعديه، فيما قضى 7 من أفراد الأمن والحراسة. في كلمة مسجلة اتهم الرئيس اليمني آل الأحمر بمحاولة اغتياله. وهذا ما حدث اليوم في ظل وساطة قائمة من عدد من الشخصيات بين الدولة وعصابة التمرد أولاد الأحمر، وفي نفس الوقت كان وقف إطلاق النار ثابت، وقاموا فجروا الموقف اليوم من جديد. لم يكن صالح في مرمى القذيفة، ولكن كما يقول المسؤولون كانت تستهدفه هو بعينه. وكان فعلا الضربة يعني محددة ومدبرة سلفا من قبل عناصر يعني لديها القدرة على القيام بعمل كهذا داخل دار الرئاسة. صب صالح جام غضبه على آل الأحمر، وأوجد لذلك صنوفا من مفردات الشجب من عملية انقلابية وحماقة وعصابة خارجة عن القانون، وتوعد بملاحقة من تجرؤوا على طلب رأس الزعيم. سنتابع هؤلاء الجناح آجلا أم عاجلا بالتعاون مع كل أجهزة الأمن، ونحيي أبناء القوات المسلحة في كل مكان ورجال الأمن البواسل الثابتين لمواجهة هذا التحدي وهذا الصلف من قبل عصابة خارجة عن النظام والقانون. في الطرف المقابل، نفى مكتب زعيم قبائل حاشد الصادق الأحمر أي صلة لأنصاره في استهداف دار الرئاسة. بعض الخبراء أشاروا إلى أن قصف جامع داخل مقر الرئاسة بهذه الدقة يحتاج إلى معلومات دقيقة من الصعب توفرها لدى أنصار الشيخ الأحمر. هنا برز الحديث عن وجود طرف ثالث في العملية، طبعا في حال ثبوت عدم ضلوع الأحمر. وكالة رويترز قالت إن شكوكا أثيرت حول اللواء المنشق علي محسن الذي انضم إلى المعارضة في أبريل نيسان الماضي. يبقى ذلك تخمينا من وحي عملية نوعية تختزل خصوصية المرحلة ودقتها في اليمن. ميدانيا تواصلت الاشتباكات في صنعاء وامتدت إلى جنوب العاصمة، وامتدت معها أصوات المحتجين من هذا الشق أو ذاك. هنا في ساحة التغيير محتجون، وهناك في ميدان 70 مؤيدون لصالح. المدن الأخرى لم تكن بمنأى عن حراك اليمن. في تعز متظاهرون احتشدوا في ساحة الحرية، وقد هزتهم الأخبار الواردة من العاصمة صنعاء. من يوم إلى آخر يضيق الخناق على صالح، ويبدو أنه لم يعد يستثقل على نفسه قبل غيره التنازل عن عرش حتى وإن ناور وخاطر في التربع عليه. كما صرح المصدر الرئاسي بالأمس إن فخامة الأخ رئيس الجمهورية سوف يوقع على المبادرة الخليجية، وأن التوقيع على هذه المبادرة لم يأتي برفض منه، لأنه هو من وجه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالتوقيع إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك. إذن تلك هي صورة الوضع في اليمن، واقع مثخن ومفتوح على كل السيناريوهات، لا تنعدم فيه المحظورات، ويستباح ما هو للشعب وما على الشعب. أما إلى أين يذهب اليمن فذاك إرهاص لسائل سأل. لطفي مبروك، روسيا.